ثلاث الحركة نقولها بالأغنية ممكن؟ في فاينل يساوي في انيشال زائد اي تي. تمام. عندما يتحرك الجسم بسرعة يبدأ الجسم حركته من السكون، السرعة الابتدائية تبقى كام؟ يبقى الـ VI بكام؟ بصفر. يبقى طارت، يبقى في F يساوي العجلة في الزمن. هاي. إنما لما يتحرك الجسم بحركته بسرعة ابتدائية معينة لا تساوي صفر، يبقى لازم أحط الـ VI في الأول. يبقى في اف يساوي في اي زائد اي تي. لو رسمنا رسم بياني بين السرعه والزمن لجسم اتحرك من السكون يبقى هيبقى خط كده اهو، وبالتالي لما اقسم سرعه على زمن هيتيني عجله العادي بتاعنا. انما لما اشوف هنا في جزء مقطوع يبقى الجزء المقطوع ده من السرعه، يبقى في سرعه ابتدائيه بدايتنا، والميل بارت اسمه ايه؟ العجله. مش العجله العجله كانت هنشوفه في المسائل فيما بعد. شوف المعادلة الثانية. معادلة الثانية بقى. دي إزاحة تساوي دي إزاحة تساوي في اي في تايم في اي في تايم زائد نص الـ A تي تربيع زائد نص الـ A تي تربيع دي اي في تايم بكام؟ بسرعة لو بدأ الجسم من السكون. يبقى المقدار ده كله ايه؟ طار. يبقى فاضل لي الازاحه تساوي ايه؟ نص الاي تي تربيع نص الاي تي تربيع نص الاي تي تربيع. بس تمام كده الرسم البياني ده معناه ان الازاحه الجسم اتحرك من ايه؟ من السكون. طب مين الميل هنا؟ هتقول لي مش ده هو على الصادات وده على السينات؟ هنا تايم تربيع ولا تايم؟ تايم تربيع. تايم تربيع يبقى دي معادله كام؟ الثانيه ناسحه. يبقى ده على السينات على الصادات وده على السينات، يبقى فاضل لك نص الايه هو الميل، صح ولا لا؟ خدناها قبل كده في الفيديوهات. يبقى نص الايه هو الميل في المعادله الثانيه في الرسمه دي. طالما ازاحه وتايم تربيع يبقى ايه يا شباب؟ المعادله الثانيه. وهيبقى الميل عباره عن ايه؟ نص الايه تربيع نص الايه بس الميل نص الايه فقط. التي تربيع مرسومه يا فندم. التي تربيع مرسومه حضرتك. السؤال اللي بعده لازم تترسم يا ابني. صادات وسينات، تسألش السؤال ده؟ ملاحظة هامة على المعادلة الثالثة. في فاينل تربيع يساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. لما تبقى السرعة الابتدائية بصفر.